حجي آخا خير إن شاء الله. والله ما بعرف، أنت راح تقلنا إذا كان خير يا جنجي. مولاتي السلطانة، شو الموضوع؟ بس ما أكون عامل شي غلط بدون ما أعرف. تتذكر أول يوم إجيت فيه على القصر؟ كنت عايش ببيت قديم ووسخ، وبس لأنك عالجت ابني كافأتك ومنحتك قصر مو بيت، يعني منحتك الحياة وغمرتك بالذهب، وانت بالمقابل بدال ما تكون مخلص إلي عم تولع الفتن وعم تطالب بوظيفة. معقولة شي يا سلطانة؟ أنا مخلص لحضرتك دائما، بس مولانا تكرم علي وعيني القاضي العسكري للدولة. أنا تفاجأت مثلك ولسه بكل وقاحة عم تكذب وتراوغ؟ والله مثل ما رفعتك للسما بنزلك لتحت سابع أرض. لو ما طلبت منه ليش ليعينك القاضي العسكري؟ ما تظلميني يا سلطانة، يعني معقول أنا مشي كلامي على مولانا لتكوني مفكرتيني حدا تاني؟ مين عم تقصد؟ احكي بلا تلميح. كمال كيتش باشا. عم يخلي مولانا يعمل كل شي بده اياه، حتى انه عم يتجاوز حدوده كتير ويحكي كلام مو منيح بحق جنابي. وشو عم بيقول؟ انه حامل مسؤولية كل الدولة على كتافه لوحده بس، وانه ما بيهمه لا كلام مولانا السلطان ولا بيهمه كلامك، لانه قراراته هو بس اللي عم تمشي. وصل فيه الغرور لدرجة إنه معتبر حاله هو الحاكم. حاجة تتمادى. هذا الشخص يلي عم تشك فيه أكتر واحد بوثق فيه بكل الدولة العلية، وإذا مرة تانية بتجيب سيرة الباشا بقطعه للسانك وبرميه للكلاب. طلع لبرا، طلع. شو في يا إبراهيم؟ شو اللي صاير معك؟ هدول هن الوراق يلي بدك ياني أختمون؟ شو هو السبب كل هالغضب يا ابني؟ رح قلك شو السبب. القراصنة هاجموا السفينة اللي بعتني فيها لطيفة وأميرة على مصر، واتنيناتن وقعوا بيد الخونة. وأنا شو عرفني إنه هيك رح يصير؟ صدقني أنا عملت هيك لأحميك وإحمي الأسرة الحاكمة. دايماً عندك نفس المبرر، كل ما حدا فتح تمه بحرف بتقولي أنا عم بحمي ولادي. ومين اللي ضل بالآخر؟ شوفي لي مين اللي بقي؟ مين في غيري جنبك هلأ؟ مين ضل؟ عثمان خسرتي، محمد، بيازيد، قاسم، مراد، كلهم ماتوا. ماتوا كل إخواتي اللي كان همك تحميهم واحد ورا الثاني عم يموتوا. وما بقي غيري، ما بقي غيري عايش. هادي إذا كان اسم عيشة. أنت عم تظلمني كتير. لا بالعكس يا أمي، بالأول أنا ما صدقته ولا فكرت بكلامه، بس فعلا مراد كان معه حق لما قال لي وقت تصير سلطان رح تفهمني. قال لي السلطنة هي همك الوحيد
وكرمال تحميها ما عندك مشكلة تدفني أي حدا حتى لو كان ابنك. إبراهيم بكفي. بكفي من هاللحظة هي حكمك وسلطنتك رح ينتهوا، ومثل ما نفيتيهم لعائلتي أنا اليوم رح انفيكي. اطلع بسرعة، خلينا نتخبى. شوني أنا هلا شفتهم، خلينا نتخبى. تبعك مو معقول ما بتمل من هالموضوع. شفتهم بعيني، اطلع اطلع قبل ما يجوا لعندك. يا إبراهيم حتى لو فرضنا إنه في جلادين وشبه خيال، لوين بدنا نهرب برأيك؟ بس هالمرة بوس ايدك يا قاسم. لا تخاف صدقني، بس هالمرة لا تخاف. والله انا شفتهم بعيوني عمل لك الجلادين بعد عالسجن، مشان الله صدقني. وين بدنا نطلع؟ وين بدنا نهرب؟ اجوا جلادين، اهدى يا اخي. الجلادين وراك قاسم. قاسم ابني إبراهيم، ليش يا أمي؟ أمي أنت ليش جبتيني لهون؟ بدك عيش نفس الخوف؟ كان بدي اياك تتذكر، لانه يبدو انك عم تنسى. إبراهيم امي، ابني امي، حبيبي قاسم، حبيبي قتلوني يا امي. انا هون يا امي، لا تخاف لا تخاف، انا معك. إبراهيم لا تخاف، عم اقول لك انا جنبك. لا تخاف، طالما انا عايشه ما حدا رح يلمسك، عم تفهم؟ لا تخاف، تعال تعال يا إبراهيم. يوم كانوا الجلادين جايين يعدموك أنت كمان، بس أنا حميتك، ضحيت بحالي كرمالك. وقفوا وقفوا، وإلا ما رح خلي واحد منكم عايش. كنا واقفين بنفس المكان هون، انت نسيت كل شيء انا عملته كرمالك، وجاي اليوم بدك تنفيني مثل ما عملوا فيني اخوك عثمان واخوك مراد. بس تذكر وقت اللي سمعوا كلام اعدائي وجربوا ينفوني من قصري، شو صار لهم؟ قول لشوف هن وين صاروا هلا. ماتوا كلهم؟ ماتوا طبعا، لأنهم خسروا الدرع اللي كان يحميهم من الخطر،
لما استغنوا عن حمايتي ودعمي ما قدروا يصمدوا أبدا، وأنا نبهتهم بكل موقف كنت عيد نفس التنبيه، قلت لهم لا تسمعوا كلام أعدائي، لا توثقوا بالعبيد اللي بدهم يعملوا بيننا فتنة، 100 مرة قلت وعدت وما حدا سمعني. يا ابني يا إبراهيم، خذ العبرة ولا توقع بالغلط اللي وقعوا فيه، الطريق واضح قدامك. دائما عم تتبعي نفس الاسلوب، بتخوفيني لتجبريني اعمل اللي بدك اياه وتراجع عن اي قرار باخده. خلاص ما بقى رح انخدع باسلوبك. الحكي مو مزبوط. وقت اللي انعدم قاسم، مو انت اللي انقذتيني، ربي هو اللي انقذني. ما كان بده يموت هديك الليله. صار الزلزال مشان ما أموت، العرش كان مكتوب بقدري وتحقق وصرت حاكم الدولة العلية، ومن هون ورايح تهديدك إلي ما بقى رح ينفعك. ولا تنسي إنه قدرك من قدري، إذا بموت أنت كمان رح تموتي، قوتك رح تنتهي وتختفي، انت بقائك مرهون بحياتي. لاني السبب بوجود قوتك، انا ابنك الوحيد. ومو محتاجك، انت اللي محتاجتيني يا امي، انت. مبسوطة عتيقة؟ وهي رح تخلصوا مني. أنا مالي أي علاقة بالموضوع يا أمي، هذا قرار أخي. على مين عم تضحكي؟ أنت تآمرتي مع اللي اسمه جينجي وحرضتوا ابني ضدي. سلطانة، شكلك لهلأ مو متقبلة فكرة أنه أخي بيكون السلطان، ومثل أي سلطان في قائد جواته، ولأنه قائد جريح طبيعي لما ينوجع أنه يتوحش. وبرأيك أنا السبب؟ إبراهيم لما كان أمير قال لي إنه مو حابب يكون سلطان، كان خايف من عداوتك إله وقت استلامه العرش، وللأسف طلع معه حق. سلطانة، سلطانة، سمعتي قرار مولانا مو هيك؟ ايه سمعت سلطانة. شلون مولانا السلطان بهالبساطة بيقرر ينفي والدته؟ ما فهمت ابنه. إبراهيم ما كان بيتجرأ لولا هالخونة يلي جنبه، بدهم يحرضوه ضدي ليعملوا عداوة بيننا. وأولهم جينجي يلي طول الوقت من ورا ظهرنا عم بيحيك مؤامراته. من أول ما إجا قلبي ما كان مطمن له ابدا. وهلا شو رح تساوي؟ يعني رح تروحي؟ ماني رايحه، ماني رايحه، ورح اجمع مجلس الشورى وانتي رح تجي معي ورح نشوف شو بدنا نعمل.
اللي بتشوفيه هو المناسب يا سلطانة. سلطانة، واضح إنه مولانا السلطان متأثر كتير بكلام المنافق جينجي وعم ينفذ كل نصايحه. هلأ صار المسؤول عن اختيار العلماء، يعني نفوذه كبر أكتر. عنقوده عم يكبر وما كنا منتبهين إنه استوى. لكان خلينا نعاقبه يا سلطانة ونخلص منه. معلومك لازم نقطع راس الحية على بكير. وهذا الصح يا نورهان، بس حنكلف الانكشاريين بهالشي، خليهم هن يعاقبوه. الانكشاريين؟ قرب موعد ديوان الرواتب وهي أفضل فرصة لألنا. رح تنعمل مأدبة توزيع الرواتب وهن رح يرفضوا ياكلوا. سلطانة، بس هذا معناته العصيان. إلا إذا مولانا السلطان نفذ طلب الانكشاريين وسلمهم راس جنجي. عفوا سلطانة، بس برأيي جنجي واحد مسكين وعلى البركة، من داهم بيته ومنقطع راسه للخاين، وما في داعي لكل هالشوشرة. القصة أكبر منه يا باشا، هو بس دمي وأكيد في حبال عم تحركة. واضح أنه أعدائنا حاطينه بالواجهة وعم يتخبوا وراه، مشان هيك لازم يكون الرد تبعنا حاسم ورادع. أنا شامم ريحة خياني بهالموضوع. لا تاكلي هم يا سلطانة، رح نحاكي رجالنا بالمعسكر ونعمل اللازم. مع هيك أنا بشوف أنه الاحتياط واجب، لأنه ما منضمن ردة فعل مولانا السلطان. أنا خايفة تكبر القصة أكتر. شو يعني بدك روح على مصر؟ سلطانة أنا بس بدي أنك تتروي، بلكي كان هدف عدونا أنك تستعجلي وترتكبي شي غلطة. وشايفتيني عم بغلط يا نورهان؟ لا العفو، حضرتك على طول بتعملي الشي المناسب. أنا بس عم فكر بكل العواقب، لأني تعلمت منك أحسب للأسوأ دائما. طمني، أنا فكرت بكل هالأمور وساويت كل حساباتي. سلطانة الأم قسم وحضرة الوزير الأعظم بشو عم يحكوا برأيك؟ هنن بشو بدهم يحكوا يعني؟ أكيد عم يحكوا بموضوع توزيع الرواتب وبهيك تفاصيل. هون المشكلة، هيك قصة الحذر فيها مطلوب وبيلزمنا انتباه. بتعرف في كتير أغاوات وجواري بالقصر، فإذا حدا سمع له شي كلمة لا سمح الله بتكون نهايتنا. بس السلطانة الأم ما بتفوتها هالحسابات وبتعرف قدام مين تحكي. وبخصوص الباشا ما تشغلي بالك أبدا، لأنه مستحيل يجيب سيرة قدام أي حدا. مثل ما قلتي يا سلطانة، جينجي ما له أي قيمة، أكيد في حدا متخبي وراه. ومعلومك صار السنين بمنصب الوزير الأعظم، وعلى قد ما عندي أصدقاء في عندي قدن أعداء، وعم يدوروا على فرصة لحتى يدمروني. قد ما يكونوا كتار ما رح يطلع معهم شي. أنا خايف على حضرتك مو على حالي. لأنه عم اسمع حكي كتير. حكي من مين؟ السلطانة عتيقة هددتني بشكل علني وقالت لي إنه مشاعري تجاهك عمت عيوني وسيطرت علي، حتى قالت لي إني صرت عبدك المغروم. وحكت لي إلي نفس الكلام. شو بدك بكلامها؟ هي مشكلتها معي أنا،
هذا اللي مخوفني يا سلطانة. نار الفتنة شعلت وأنا متأكد أنهم رح يستغلوا هالنقطة، وما بدي أبداً أنه يصير لك شيء أو حدا يوجه لك كلام بسببي، فصار لازم أنه نحط حد لموضوع الإشاعات وبسرعة. كيف؟ طبعاً بعد موافقتك بدي أتزوج ويصير عندي عيلة. وبهي الحركة وقت ما سكت كل الناس مو مشكلة، فيك تتزوج. مسألة الزواج مانا هدفي يا سلطانة، الهدف أمن عليكي. إذا الحكي رح يعرضك للخطر بخلع قلبي من مكانه وبرميه. يحكوا قد ما بدهم يا كمال وخليهم يفتروا علينا، أنا ما بيهمني كلامهم أصلاً. بكل الأحوال هالوضع مانو دائم. أنا كمان بدي إياك تكون مرتاح. العائلة شغلة مهمة، وإن شاء الله رح توصل للسعادة يلي بتليق فيك. سبب وجودي بهالحياة وسعادتي يا سلطانة هو أنت وبس. أنا همي الوحيد أن يكون جنبك دائماً.